خلونا نستمع من مشاركين في هذا المنتدى. يتحدث إلينا الآن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين من شرم الشيخ. محمد أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا دكتور، ازاي حضرتك؟ أنت وصلت بالسلامة؟ أنا وصلت النهاردة شرم الشيخ، ويعني طيب كل سنة وحضرتك وأنت بخير. طيب، سنة سعيدة علينا وعلى مصر جميعا يا رب. أمين يا رب إن شاء الله. طب قبل ما أسألك بقى عن القيمة اللي بيضيفها المنتدى على المستوى مصر وعلى مستوى العالم، كلمنا وأنت بقى نموذج هنا، تنفيذ الإجراءات الاحترازية على الأرض بيتم إزاي؟ يعني من أول ما دخلت المطار لحد ما وصلت الفندق بتاعك. خليني اقول لحضرتك ان احنا قدام نموذج مشرف، نقدر نقول ان مصر يعني بما تقدمه في منتدى شباب العالم من اجراءات احترازيه ومن تجهيزات بتضرب مثل انه المصريين طول الوقت قادرين على ابهار العالم وعلى تقديم افضل المستويات التي لا تقل ابدا عن حتى المستويات اللي بتطبق في الامم المتحده وفي كافه الفعاليات الدوليه الكبيره. يعني من اول مطار القاهره وصولا الى شرم الشيخ احنا في اجراءات احترازيه شديده جدا متخذه، منها انه كل الراكبين اللي هيتحركوا من مطار القاهره بيتعمل لهم مسحه قبل ما يطلعوا الطياره. بنتاكد تماما من خلو الاصابه بفيروس كورونا المستجد، ثم التسكين في الفنادق اجراءات احترازيه وتعقيم طول الوقت، الادوات التعقيم متوفره وبمستوى متقدم جدا. الحقيقه الشباب القائم على عمليه التنظيم، لجنه التنظيم في منتدى شباب العالم كلهم شباب، سواء من البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب او من تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، نتكلم عن شباب في يعني في دون ال 35 او دون ال 40، هم اللي شايلين كل حاجه ومستوى احترافي جدا اللي بيتم. واضح جدا الخطوات عن التحركات، الباصات كلها معقمه، برنامج المؤتمر واجندته والبيانات اللي صدرت عن إدارة المنتدى حوالين شكل تعقيم القاعات وغيره، احنا لسه ما وصلناش ما شفناش القاعات لان المنتدى هيبدا يوم 10 زي ما حضرتك عارف. لكن كل التجهيزات هنا بتؤكد انه شرم الشيخ الان مدينه عالميه بتقدم صوره حضاريه جدا، نقدر نقول ان مصر كعادتها قادره على ابهار العالم في هذا الحدث العظيم. يعني طب انت شاركت من اول مؤتمر شباب في 16 في 2016. وفي كواليس كتير في المؤتمر ده، يعني ممكن يجي فرصه نبقى نقعد مع بعض كده نحكيها للساده المشاهدين. وشاركت في المنتديات بعد كده، منتديات شباب العالم في النسخ الثلاثه وواصلين للنسخه الرابعه. من خلال رصدك ايه اللي بيضيفه هذا المنتدى؟ يعني انا كمواطن مثلا ما رحتش شرم الشيخ، ما شاركتش في المنتدى. ايه اللي بيعود علينا على مصر؟ طيب هو في نقطة مهمة جدا، انه تستطيع مصر رغم هذه الجائحة ورغم الظروف اللي العالم كله بيمر بيها على تنظيم هذه النسخة الرابعة بهذا القدر من الاحترافية. دي رسالة للعالم انه مصر تقدر تعمل أي حاجة، وبالتالي هنا ده بيساهم، ده أول نقطة يعني، بيساهم في صورة مصر الدولية انها في المكانة التي تستحقها، وبالتالي ده أمر يؤثر بكل تأكيد على مثلا فرص الاستثمار في مصر، على السياحة وارتعاشها، على انه ده بيساهم بالتاكيد في ان الاقتصاد المصري يكون افضل وافضل، وبالتالي ده بينعكس على المواطن. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ايضا المنتدى بيناقش كافه القضايا التي تهم مش بس المواطن المصري، بتهم العالم كله. وبيخرج منه توصيات، هذه التوصيات بتدخل حيز التنفيذ، ويمكن وحضرتك كنت موجود معانا في كل النسخ قبل كده. صحيح. كتير جدا من التوصيات اما تحولت الى قوانين او تم تشكيل لجان لمتابعتها وانعكست على يعني حياة المواطن بشكل واضح. ولذلك واحنا عدد كبير كمان من اللي موجودين، سواء من أعضاء مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ أو كل الوزارات هتكون موجودة، وبالتالي التوصيات هتبقى ملزمة للجميع. والنقاش اللي هيخرج من الشباب، طول الوقت تعودنا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبني القضايا اللي الشباب بيطرحوها، وبالتالي بتتحول إلى سياسات، وهذه السياسات بالتأكيد بتكون في صالح المواطن. طب انت جدول الاعمال بتاع المنتدى السنه دي، القضايا اللي هو بيطرحها، يعني لو قلت لي برضو وجهه نظرك في هذه القضايا، احنا بنتكلم كلها قضايا في ظلال طبعا من الازمتين اللي هم الازمتين الكبيرتين في العالم، اللي هو التغيرات المناخيه والجائحه.
تقييمك برضو للموضوعات اللي هتناقش في المنتدى السنة دي؟ هي موضوعات طول الوقت مرتبطة بالهم العالمي وما يشغل العالم من قضايا، وزي ما حضرتك ذكرت قضية التغير المناخي من القضايا الهامة جدا اللي العالم بيهتم بيها، ودي بتأثر في اقتصاديات كمان العالم، مش بتكلم انه مجرد الأمر متعلق بالمناخ أو متعلق بالبيئة ودرجات الحرارة وطبيعة مثلا التلوث او طبيعه ارتفاع معدل مياه البحر او انخفاضه، مش دي القصه، لكن ده امر بيحدد كمان نتيجه لهذا التغير المناخي اقتصاديات العالم في ال 20 سنه اللي جايه تكون شكلها عامله ازاي، وده بيأثر في السوق العالمي كله، مين الدول اللي هتكون فرص الاستثمار فيها اكتر، الزراعه في العالم هتتغير بأي شكل، مستوى الغذاء وفرص توافره وزراعته هتكون شكلها عامله ازاي، ودي امور بتشغل العالم كله زي ما حضرتك عارف. صحيح. كمان سبل مواجهه الجوائح، اذا كان العالم يعني في مساره للتعافي من فيروس كورونا المستجد، لكن الحقيقه انه هذا الفيروس وهذه الجائحه خلتنا نشوف انه هذا النوع من الاخطار محتاجين نتعلم نواجهها ازاي في المستقبل، لانه من المتوقع انه دي ليست الجائحه الاخيره، وربما العالم قد يتعرض إلى هزات أخرى، لكن في خبرة اتخذت من التعامل مع هذه الأمور، مهم جدا أنه العالم يتحاور مع بعضه أنه يناقش هذه القضايا، والضيوف اللي موجودين ومتحدثين على مستوى عالي جدا من صحيح. كل دول العالم صحيح. ومن الأمم المتحدة ومن المنظمات الدولية اللي معنية بهذا الأمر، وبالتالي نقدر نقول أن العالم يتحاور على أرض شرم الشيخ من أجل السلام ومن أجل التنمية بالظبط. بالظبط. بشكرك جدا سيادة النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس نواب وعضو تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين.